صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 26 لسنه 2022 بتعيين مستشار لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء جاء فيه. يعين سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه مستشارا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بدرجته السابقه.